اهلا بحضراتكم من جديد. معايا اتنين النهارده ضيوف اللي مشرفيني في البرنامج الاشبال، زي ما كان معانا الحلقه اللي فاتت احمد طارق سليمان واحمد السيد الحلقه اللي فاتت. برضو معانا النهارده اتنين يعني من اللعيبه اللي هتنور ان شاء الله قريب خلال الفتره اللي جايه، دايما بيطلعوا يصعدوا مع الفريق الاول، ودايما يعني مستر موسيماني بيثني عليهم، وخامات ما شاء الله جيده. هنتعرف عليهم. طه محمود، منورنا يا كابتن طه. منور يا كابتن حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. والكابتن احمد سيد غريب ابن كابتن سيد غريب، منور يا ابو حميد. يا كابتن اسامه، متشرف ان اكون معاك النهارده ان شاء الله. اخباركم ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. نبتدي بقى، مين الاكبر الاول؟ طه. طه الاول. مواليد 2000 وكام؟ 1. 2001. واحمد مواليد 2002. يبقى نبتدي بقى 2001. ماشي، قول لنا بقى مركزك في الاول ايه في الملعب يا طه؟ بلعب نص ملعب، ديفندر، وتحت الفيرود. ديفندر وتحت الفيرود. مظبوط. وساعات يعني الكباتن لو في يعني مشكله في اي مركز او حاجه ممكن ادي في اي مركز، يعني طبيعي جدا يعني الكباتن بيوظفوك برضو في كذا مركز. في كذا مركز يعني. ده ممكن. بيكون شيء كويس، خلي بالك طبعا انك تلعب في كذا مركز، علشان حتى في الفريق الاول لما تطلع يبقى عندك الملكه ان بالزبط. ممكن المدير الفني يوظفك في حته يبقى انت اديت في كله. تمام بالظبط. بس يعني هو الاحسن حاجه بلعب يعني 8 و10 يعني 8 و10. خط وسط مدافع، والحته اللي زي قفشه كده، الحته اللي بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقى لي 6 سنين كده بالظبط. 6 سنين. جيت ازاي النادي الاهلي؟ احكي لنا. كنت بلعب في سموحه في الاول. وانا كان هم النادي عندهم معسكر في اسكندريه مع كابتن محمد شرف، كابتن احمد جمال، وانا قلت اروح اختبر اشوف. هم كانوا جم لعبونا واحنا صغيرين زمان، وكانوا يعني كان رحت معاهم برضو مع الكابتن ياسر محمدين، بس من زمان، فقلت اروح اجرب تاني اشوف الاختبارات. ورحت واتقابلت يعني من اول يومين، كابتن شرف قال لي تمام. واحنا عايزينك، وخلصت مع سموحه وجيت على النادي على طول. انت اللي خلصت ولا النادي الاهلي دخل في ال... هو دخل طبعا في شويه مفاوضات كده، بس يعني في الاخر يعني عشان انا اللي خلصت برضو مع النادي وجيت على طول للنادي الاهلي، والحمد لله بقى لي 6 سنين يعني في النادي الحمد لله.